السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دواء تعلم البرمجة ما أعرف شو. اليوم راح نكمل بكتابة برامج لطباعة أشكال معينة، ولكن بالبداية خلينا نواجه بعض الأفكار البسيطة وبعدين نوصل للفكرة اللي احنا وايدين اليوم نقدمها بهاي الحلقة. أول شي مثلا أنا يعني إذا أريد أطبع نجمة معينة على الشاشة مباشرة أكتب يعني سي أوت نجمة، فمن أنفذ مباشرة طبع لي نجمة على الشاشة. زين، من أنا أريد مثلا مجموعة من النجمات يعني على نفس السطر مثلا 5 نجمات، فمباشرة بكل بساطة أكرر هذا الشيء. والجواب فعلا راح يطلع لي 5 نجمات. واحد يقول ممكن إنه أني بكل بساطة إنه أخليها هنا 5 نجمات، 1 2 3 4 5، وهذا إني أختصرها. ولا صحيح؟ زين، ولكن احنا اتفقنا انه 1 2 3 4، هاي 6 ساعات مو مشكلة، ولكن احنا اتفقنا انه هذا العمل غير مجدي، احنا دائما نتعامل باللوب. فاحنا مثلا من نريد نطبع هاي النجمة 5 مرات افقيا، مباشرة نسوي عرف متغير اسمه اي، ونسوي لوب قلنا من الـ1 للـ5، هاي أصغر أو تساوي 5، وهاي بلس بلس، وبداخلها راح تكون هاي العبارة. فهسه من أنفذ يطبع لي 5 نجمات بالضبط، وحدة بصف الثاني. إذا هذا بالأفقي، إذا نسوي عدات. زين، بالعمودي يا إما نضيف هنا إند لاين، فراح يكون عمودي كل نجمة تنطبع ينزل صفر، أو الإند لاين نضيفها بسي أوت مستقلة، وهذا الشي هم صحيح وهو الأفضل. فمباشرة انه انا عندي عداد من 1 للـ5 يطبع لي نجمة وينزل سطر. زين، ففي شهادة هسه عرفنا المبدأ مالتنا اللي هو عبارة عن اللوب. زين، لنفرض فكرتنا حاليا اليوم انه احنا نريد نطبع هذه الاشكال من المثلثات. طبعا كل مثلث نطبعه ببرنامج، ولكن مثل ما نلاحظ انه احنا عندنا 4 انواع من المثلثات، يا اما يكون مثلث بهذا الشكل، يا اما يكون مثلث بهذا الشكل، يا اما يكون مثلث بهذا الشكل، يا اما يكون مثلث بهذا الشكل. هنا المثلث يعني بالبداية النجوم تنطبع، هنا لا، هنا فراغات تنطبع قبل النجمة، هنا تصاعدي، هنا تنازلي، وهنا كذلك بالعكس. فخلينا نشوف بالبداية هذا شلون راح نطبع. هذا المثلث الأول اللي هو هذا، هو بالحقيقة اكو طريقتين، الطريقة الأولى اللي هي طريقة اللوبات، والطريقة الثانية هي طريقة المصفوفة. طريقة المصفوفة أيضا هي طريقة لوبات، لكن حاليا احنا ما نعرف شي عن المصفوفة وما ماخذيها، وقد تكون أسهل طريقة المصفوفة. من نوصلها راح نشوف الفرق بينها وطريقة اللوب، ولكن هي طريقة المصفوفة أيضا تعتمد على اللوب ولكن بطريقة ذكية أكثر. ولكن خلينا نشوف إنه إحنا شلون هاي نتعامل ويا اللوب دائما. هنا من نريد نفكر بهذا السؤال دائما شو نقول؟ نقول إنه بما إنه أكو عملية طباعة لنجمة أكثر من مرة، فأكيد أكو تكرار، فأكيد أكو لوب.
ولكن كم لوب اكو؟ احنا نعرف احنا عملية الطباعة بلغة سي بلاس بلاس تنطبع يعني افقيا، يعني يخلص السطر يلا ينزل السطر الثاني، يلا ينزل السطر الثالث، يعني طباعة سطرية مو طباعة يعني أفقية، بحيث هذا العمود بعدين هذا العمود بعدين هذا العمود، لا لا، السطر ينزل يعني ينطبع يخلص وينزل يطبع سطر جديد، هذا مبدأ الطباعة. فلذلك أنا أفكر إنه أني بهيجي حالة عندي كم سطر لهذا الشكل، حاول هذا الشكل يعني أخمنه، أو يعني أو أقصد يعني أحلل على أساس إنه هو متكون من مجموعة من الأسطر. هو حاليا متكون من 5 أسطر، هذا السطر الأول، هذا السطر الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، جيد. ولكن في كل سطر ده ينطبع خلينا نقول يعني رمز مختلف عن الآخر، يعني بالسطر الأول تنطبع نجمة واحدة، بالسطر الثاني نجمتين، بالسطر الثالث 3 نجمات، بالسطر الرابع 4 نجمات، بالسطر الخامس 5 نجمات. إذا بيجي حالة إنه أني بالبداية يحتاج عداد رئيسي لعدد الأسطر، بعدين داخل هذا العداد أكو عداد ثاني يحسب لي كم نجمة بالسطر. يعني أنا مثلا وصلت للسطر الخامس نتيجة العداد الرئيسي لهذا الشكل، بالسطر الخامس عندي 5 نجوم، إذا أكو عداد ثاني لعدد النجوم في السطر. زين، إذا خلينا نبدأ إنه هنا عندي عداد من 1 لـ5 باعتبار انه انا عندي 5 اسطر. زين، العداد الثاني مثلا نعرف متغير اخر مثلا جي، اقول مثلا فور الجي يساوي 1 جي أصغر أو يساوي فتشي عمود دعم فلي وين راح نتوقف و جي بلس بلس. هذا العداد الثاني. إذا أنا عندي عداد الأول اللي هو عدد الأسطر من 1 لـ5، العداد الثاني يمثل كم نجمة بالسطر. على ايش ده يعتمد؟ يعتمد على عدد النجمات بالسطر، فلذلك لازم ألقي علاقة بين عدد النجمات ورقم السطر اللي هي موجودة به. يعني بالسطر الثالث أكو 3 نجمات، بالسطر الرابع أكو 4 نجمات، بالسطر الخامس أكو 5 نجمات. يعني معناته العداد مال عدد النجمات لازم يتوقف بطريقة بالاعتماد، أو يعني يصير له لوب ويتوقف العداد بالاعتماد، أو يحسب لي عدد مرات بالاعتماد على رقم السطر اللي هو بيه. فلازم ألقي علاقة تجمع عدد النجوم ورقم السطر، عدد النجوم بالسطر ورقم السطر اللي هو تمثله. العلاقة هنا واضحة، إنه بالسطر الأول يطبع نجمة، بالسطر الثاني نجمتين، بالسطر الثالث 3 نجمات، بالسطر الرابع 4 نجمات، بالسطر الخامس 5 نجمات. فبيجي حالة انه اني كأنه عدد النجمات اللي اريد اطبعها بالسطر الواحد هو نفس رقم السطر اللي اني بيه. يعني بالسطر الخامس اريد اطبع 5 نجمات، فمعناته العداد من 1 لـ5، بالسطر الرابع 4 نجمات من 1 لـ4، السطر الثالث 3 نجمات من 1 لـ3، السطر الثاني نجمتين من 1 لـ2، السطر الاول نجمة واحدة من 1 لـ1. فمعناته هنا انه الجي راح يبدا من 1 ويتوقف على قد رقم السطر، فهنا تكون جي اصغر او يساوي اي، فمن يكون الاي 5 فمعناته الجي راح يبدي يحسب من 1 لـ5 على مود يحسب لي 5 نجمات. زين، اذا هنا انا عندي السي اوت نجمه، بحيث انه بداخل كل يعني داخل العداد مال النجمات يطبعني نجمة واحدة، لان هو هذا الشيء اللي انا اريد اكرره. بس انا هنا ما كنت اعرف ايش قد اكرر، كل مرة يتكرر شكل بالاعتماد على رقم السطر.
وما يخلص السطر، بس هذا اللوب يطبع عدد النجمات بالسطر الواحد، وما يخلص السطر ويطبعها، لازم ينزل سطر جديد على مود يروح ياخذ رقم سطر جديد. فهنا راح يكون السي اوت خارج اللوب مال النجمات ولكن داخل اللوب مال الاسطر. فالبرنامج بيجي حاله خلاص، برنامج بسيط بالاعتماد انه هو انا عندي 5 اسطر، فسويت عداد من 1 لـ5. داخل هاي الـ5 اسطر شنو الشيء اللي اريد اكرره؟ هو عبارة عن طباعة عدد نجمات محدد بكل سطر، فسويت عداد يحسب عدد النجمات يبدأ من 1 ويتوقف برقم السطر اللي هو موجود به، لقيت علاقة بين عدد النجمات ورقم السطر. وهما يخلص طباعة النجمات بالسطر ينزل سطر جديد على مود ياخذ رقم جديد من الأسطر وهكذا. هسه ننفذ ونشوف الجواب طلع صحيح، طلع لي هذا المثلث الأول. زين هسه من أريد أحول للمثلث الثاني، شنو اللي اختلاف عن المثلث الأول؟ الاختلاف نفس المبدأ إنه عدد النجمات، دائما أنا أحاول أشوف علاقة بين عدد النجمات بالضبط وبين رقم السطر اللي أنا موجود به. فهنا هذا المثلث ويشبه هذا المثلث، دائما عدد النجمات بقد عدد السطر اللي موجود به، يعني هناك 3 نجمات بالسطر الثالث، هناك 3 نجمات بالسطر الثالث، فمعناته هذا الكود نفسه. ولكن شنو الإضافة اللي هذا فرق هذا المثلث عن هذا المثلث؟ هذا المثلث قبل ما يطبع أي نجمة بالسطر أكو مجموعة فراغات قاعد تنطبع، فكأنه أكو مثلث وهمي من الفراغات. زين بيجي حالة يعني قبل ما أبدأ بالعداد وأشتغل على طباعة النجمات بالسطر الواحد، لازم يسبقها عداد ثاني يطبع لي مجموع الفراغات. يعني بالسطر الأول أكو 4 فراغات مطبوعة قبل النجمة، شلون عرفت 4 فراغات؟ هذا فراغ موقع هذا النجمة، وهذا فراغ ثاني، وهذا فراغ ثالث، وهذا فراغ رابع اللي هو هذا. زين بالسطر الثاني 3 فراغات، بالسطر الثالث 2، بالسطر الرابع 1، وبالسطر الخامس ماكو فراغ. إذن لازم ألقي علاقة بين عدد الفراغات ورقم السطر. شنو هاي العلاقة؟ خل استنتجها. هنا بالسطر رقم 1 اكو 4 فراغات. زين الان اذا عندي 1 شلون يطلع الاربعة؟ فكر هيك، انا عندي رقم 1 واريد رقم 4، الرقم المفقود، فكرة رياضية اللي هي فكرة البحث عن الرقم المفقود. شلون انا عندي رقم واريد رقم؟ شو اسوي العملية الرياضية؟ جمع، طوي، احضره؟ يعني مخيلتي تكون لازم واسعة، وأكيد بالخبرة راح يكون واحد يعني يعرف أكثر عدد من البرامج فالتفكير مالته يكون سريع، بس هو هذا المبدأ، البحث عن الرقم المفقود. إنه أنا عندي رقم، أنا بالسطر الأول اللي هو أنا عندي فقط اللي هو رقم العداد مال الأسطر، وأريد أسوي عداد للفراغات، بس أنا متى أعرف شلون ابدي اطبع الفراغات؟ ايش قد كم فراغ اطبع؟ فانا اذا عندي رقم 1 واريد 4، شلون يطلع الواحد من الاربعة؟ يا اما اقول 1 + 3 يطلع 4، ممكن افكر انه اقول اذا عندي رقم سطر رقم 1 + 3 يطلع 4. زين من عندي سطر 2 شلون يطلع 3؟ اذا على نفس الرقم الاول 2 + 3 صار 5، وأنا أريد 3، إذن هذا المعادلة أو هذا الرقم المفقود مدى يرهم، مدى المفروض ما أفكر بعملية الجمع، أفكر بعملية ثانية. المفروض من ألقي معادلة لازم تنطبق على جميع الأسطر وعلى جميع الفراغات. فأفضل شيء إنه إذا فكرت قلت مثلا 5 - 1 راح تطلع لي 4. زين أجرب 5 - 2 يطلع 3، فعلا طلع 3 فراغات اللي أنا أريد. زين 5 - 3 يطلع 2. زين 5 - 4 يطلع 1.
خمسة ناقص خمسة يطلع صفر. إذا هاي المعادلة اللي استنتجته، هذا الرقم المفقود هو اللي يفيدني بهاي العملية. فمعناته إنه العداد مال الفراغات يتوقف عند هاي المعادلة، من يكون واحد اللي هو السطر يتوقف عند الأربعة. شلون حصلت على الأربعة وأنا عندي واحد؟ خمسة ناقص واحد. من بالسطر الثاني هذا يتوقف للثلاثة. زين أنا عندي بالسطر الثاني، شلون أحصل على ثلاثة؟ إذا خمسة ناقص اثنين يطلع ثلاثة، هنا خمسة ناقص ثلاثة يطلع اثنين، وخمسة ناقص أربعة يطلع واحد، وخمسة ناقص خمسة يطلع صفر، وهكذا. زين إذا يحتاج لعداد قبل ما أطبع النجمات. العداد أقدر أستخدم الجي؟ إي نعم أقدر أستخدم الجي. ليش؟ لأن أني الآي ما أقدر أستخدمه لأن لازلت أنا بداخله، ولكن الجي أنا مو بداخله، والجي هذا دا يخلص وبعدين يبدي جي جديد، فهذا يفيدني إنه يخلص يلا يبدي هذا، فما عندي مشكلة ما يصير تداخل. بس هنا ما يصير أبدأ بالآي، أكتب هنا آي أو هنا آي. العداد يصير أكتب بالشرط، ولكن أقصد ك يعني متغير اللوب اللي هو متغير الفور. زين فهنا شو استنتجنا؟ قلنا هو خمسة ناقص آي، خمسة ناقص آي. زين شنو اللي نطبعه؟ نطبع فراغ، نطبع فراغ. زين ننزل سطر؟ لا ما ننزل سطر. احنا الفكرة الأساسية من يكون ناخذ السطر الأول نطبع مجموعة فراغات وننتظر، بعدين نطبع مجموعة نجمات، بعدين ننزل سطر. فلذلك هذا صار اللوب مال الفراغات، وهذا صار اللوب مال النجمات، وهذا صار نهاية السطر. فهسه من نطبع بالضبط الشكل طلع مثل ما أنا أريده اللي هو هذا الثاني. زين هسه نشوف هذا الشكل. هذا الشكل يشبه هذا الشكل، ولكن انه عدد النجمات برقم السطر مختلف تنازلي. هناك كان عدد النجمات بقل عدد رقم السطر، هنا عدد النجمات اكبر من يعني رقم السطر، ولكن ايضا ماكو فراغات. فاذا جزء هذا الفراغ، هذا الفراغ هذا نقدر نسويه عبارة عن ملاحظة، لأن راح نستفاد من عنده بعدين. زين نفكر هنا إنه هنا أنا عندي بالسطر الأول عندي خمس نجمات، بالسطر الثاني أربعة، السطر الثالث ثلاثة، السطر الثاني اثنين، السطر الخامس واحد. شنو العلاقة بين عدد النجمات والسطر؟ لازم ألقي هم رقم مفقود. يعني عندي رقم واحد السطر الأول عندي خمس نجمات، شنو المعادلة اللي تجمع بين واحد والخمسة؟ عندي واحد، شو أسوي على مو يصير خمسة؟ أجمعه إلى أربعة؟ أوكي، واحد زائد أربعة خمسة. زين ما يصير اثنين، اثنين زائد أربعة صار ستة، وهنا المفروض أربعة. زين ثلاثة زائد أربعة يطلع سبعة، والمفروض إذا ما متر. إذا أفكر بعملية الطرح على مود نفهم، ممكن أن واحد يستنتج ولو هي مو قاعدة ثابتة، لو أنا من عندي رقم صغير ومحتاج رقم كبير، أفكر بعملية الطرح. يعني مثلا هنا لازم أفكر بعملية الطرح اللي هو مثلا عندي واحد إيش قد يطلع خمسة؟ أقول ستة ناقص واحد يطلع خمسة. زين هنا ستة ناقص اثنين يطلع أربعة، ستة ناقص ثلاثة يطلع ثلاثة، ستة ناقص أربعة يطلع اثنين، ستة ناقص خمسة يطلع واحد. إذا العلاقة هو عبارة عن ستة ناقص آي، ستة ناقص آي عدد هذا. من أن يكون واحد بسطر الأول يطبع ليش قد يوقف لي وين؟ ستة ناقص واحد خمسة، إذا خمس نجوم. من يكون اثنين يصير أربعة، يطبع أربعة نجوم، يكون ثلاثة، وهكذا. ننفذ ونشوف فعلا طلع الشكل اللي أنا أريده. زين بالنسبة لهذا الشكل شنو اللي يميزه؟
اللي يميزه انه نفس هذا عدد النجوم قد عدد الاسطر، فهذا الكود هذا يبقى. لكن افكر بالفراغات، الفراغات هنا بالصف الاول ماكو فراغ، صفر، بالثاني واحد، بالثالث اثنين، بالثالث بالرابع ثلاثة، بالخامس أربعة، فشنو علاقة عدد الفراغات برقم السطر؟ دائما عدد الفراغات برقم السطر يقول أنا إذا عندي رقم واحد شلون يطلع صفر؟ أطرح ناقص واحد. زين عندي اثنين شلون يطلع واحد؟ أطرح ناقص واحد. زين عندي ثلاثة شلون يطلع اثنين؟ أطالع. إذا دائما هنا عدد الفراغات دائما أقل من رقم السطر بواحد. بهذا السطر الأول ماكو فراغ، إذا هنا نقول بالنسبة للفراغات اللي فوق هاي ناقص واحد، ونمسح الملاحظات على مود يكون هذا العداد. فهسه إذا أنفذ بالضبط طلع لي هذا المثلث اللي أنا أريده. تمام. إذا هي عبارة كلها عن إنه أنا أوجد فد علاقة معينة بين عدد الفراغات بالسطر وعدد النجمات بالسطر، في أبحث عن رقم المفقود، في علاقة معينة أنا أستنتجها. إذا نجي هاي بالنسبة للنجمات، طبعا إن شاء الله بالحلقات الجاية راح ناخذ إذا كان هاي المثلثات إن هاي هذني الأربع نوعيات، هاي الأربع وضعيات للمثلث، لو بهذا الشكل، لو بهذا الشكل، لو بهذا الشكل، لو بهذا الشكل، يعني كأنه نصف مستطيل. ولكن الفكرة والتحدي إنه إذا كان هاي النجمات عبارة عن أرقام والأرقام متسلسلة، راح ناخذها بالحلقات الجاية باحتمالات كثيرة وأشكال كثيرة من المثلثات. زين خلينا نفكر مثلا بهذا الشكل المعين، هذا شلون يعني أشتغله؟ شلون أقدر أطبع شكل هاي الإمكانية؟ الموضوع بسيط. أنا شو عندي؟ عندي مثلا راح أقسم الشكل هذا إلى قسمين، هذا الجزء الأول لطبعة، وبعدين هذا الجزء الثاني لأن هو باعتباره تنازلي. زين أفكر بهذا الجزء الأول، هذا من إيش متكون؟ من كم سطر؟ متكون من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. جيد. إذا نفس هذا المبدأ، خمس أسطر مثل ما أنا عندي. ولكن بالبداية هذا الشكل عنده فراغات معينة، يعني ما لي يطبع بالبداية نجمات، ده يطبع فراغات. أوكي، أشوف كم فراغات هذا بالسطر الأول، واحد، اثنين، ثلاثة، بالسطر الأول أربع فراغات، بالسطر الثاني ثلاثة، بالسطر الثالث اثنين، بالسطر الرابع واحد، بالسطر الخامس صفر. إذن شنو علاقة عدد الفراغات برقم السطر؟ واضح، هو خمسة ناقص رقم السطر يطلع عدد الفراغات، خمسة ناقص واحد يطلع أربعة، خمسة ناقص اثنين يطلع ثلاثة، خمسة ناقص ثلاثة يطلع اثنين، وخمسة ناقص أربعة يطلع واحد، وخمسة ناقص خمسة يطلع صفر. إذن هذا العداد مال الفراغات اللي هو واحد دبي هو عبارة عن خمسة ناقص آي، خمسة ناقص الآي. من يكون الآي واحد راح يصير أربعة، فيطبع أربع فراغات. من يكون الآي اثنين راح يطبع ثلاثة، يعني يصير ثلاثة فيطبع ثلاث فراغات. من يكون الآي ثلاثة راح يصير اثنين، من يكون الآي أربعة راح يصير واحد، من يكون الآي خمسة راح يصير صفر، فما يطبع شيء. زين هسه أفكر بعدد النجوم بالسطر الواحد، بالسطر الأول نجمة، بالسطر الثاني ثلاثة، بالسطر الثالث خمسة، بالسطر الرابع سبعة، بالسطر الخامس تسعة. شنو علاقة عدد النجمات بالسطر؟ علاقة غريبة. العلاقة هي شو تقول؟ تقول أنت إذا ضربت رقم السطر باثنين وطرحته من واحد يطبع عدد، يطلع عدد النجمة. يعني السطر الأول واحد، اثنين في واحد اثنين، ناقص واحد واحد يطبع نجمة. زين اثنين في اثنين أربعة، ناقص واحد طلع ثلاثة. صحيح. زين اثنين في ثلاثة ستة، ناقص واحد خمسة، اثنين في أربعة ثمانية، ناقص واحد سبعة، اثنين في خمسة عشرة، ناقص واحد تسعة. إذن عدد النجمات العلاقة اللي أنا أريد أطبعها هو هتكون كالآتي، اثنين في الآي
ناقص واحد، اثنين في الاي ناقص واحد. ننفذ ونشوف فعلا طلع مثل ما انا متوقع. هذا الجزء الفوق المثلث طلع بداية فراغات، بعدين طلع هذا. طبعا ممكن نسويها عبارة عن شجرة ميلاد، يعني شلون نقول، او عبارة عن سهم، واحد سهم، بس هي شجرة ميلاد تصير باعتبار هسه حاليا احنا بشهر 12 وقريبين للكريسماس، نقدر نسوي شجرة ميلاد. بس خلينا نكمل هذا الجزء المثلث المعين وبعدين نسوي شجرة الميلاد. زين، هنا هسه الجزء هذا الثاني هذا لوب مستقل، يعني هسه هذا كله، هذا اللي شفناه، هذا اللوب للجزء الفوق. الجزء الثاني هنا افكر انه انا ايش عندي، عندي كم رقم، عندي 1 2 3 4، تمام، 1 2 3 4. زين، هنا اذا راح اسوي عداد جديد من 1 إلى 4. ايش محتاج؟ محتاج مجموعة فراغات. بالسطر الأول شكو اكو فراغ، بالسطر الثاني فراغين، بالسطر الثالث 3، بالسطر الرابع 4. إذا هذا عدد الفراغات بقل عدد السطر، فهذا شيء جيد. مباشرة هاي الفراغات اللي أنا محتاجها، عدد الفراغات بقل عدد السطر. زين، هذا الفراغ طبعا مش محتاج. هسه عداد آخر للنجوم، عندي عداد آخر للنجوم اللي هو هنا، أكيد راح أطبع نجمة وبعدين أنزل سطر. هنا راح نشوف شنو علاقة عدد النجمات بالسطر. هنا عندي 7 بنكون 1، هنا عندي شقد 5، هنا 3، هنا 1، فشنو العلاقة؟ نقول رقم العداد 2 في رقم السطر 2 ناقص 1 1، 8 ناقص هذا الواحد يطلع 7. زين، هنا 2 في 2 4، ناقص 1 يعني 3. زين، 3 8 ناقص 3 يطلع 5. زين، هنا 2 في 3 6، ناقص 1 5، 8 ناقص 5 يطلع 3. وهنا 2 في 4 8، ناقص 1 7، 8 ناقص 7 يطلع 1. إذا هو هذا المبدأ مالتنا. إذا العلاقة تقول 2 في العداد ناقص 1 راح يطلع لي فد رقم، هذا كله 8 مطروحة من عنده، هذا رقم، هذا الاستنتاج مالتي. هنا من يكون 1 2 في 2 2 في 1 2 ناقص 1 1، 8 ناقص 1 يطلع 7. ونكون 2 2 في 2 4 ناقص 1 3، 8 ناقص 3 يطلع 5. ونكون 3 2 في 3 6 ناقص 1 5، 8 ناقص 5 3. وبنكون 4 2 في 4 8 ناقص 1 7، 8 ناقص 7 1. سو هاي يقول شلون اقدر استنتج؟ هي هاي البرمجة، تفكير والبحث عن، يعني هو بالبداية واحد ما يلقفه بس بعدين يتعلم، يصير عنده ممارسة انه شلون يفكر بطريقة. هاي الشكل طلع مثل ما احنا نريده. زين، يعني هذا البرنامج كله يطبع هذا الشكل. زين، خلينا نقول شجرة عيد ميلاد شلون راح تكون. خلينا نقول راح تكون بهذا الشكل،
هاي المساحة. نكرر هذا الشكل ونكرر نقول مثلا القاعدة مالتها متكونة من 5، مو مشكلة. يعني باعتبار هاي الشكل يعني هاي شجرة الميلاد مثلا، شلون نطبع؟ يعني هذا الجزء الأول طبعناه، يبقى هذا الجزء شلون نطبع؟ هذا الجزء واحد يقول بسيط، هو متكون من شكل 1 2 3 4 5، تمام. ولكن قبل ما اطبع بالسطر الواحد نجمة واحدة، عندي كم فراغ اطبع؟ 1 2 3 4، لازم عداد مع الفراغات. اذا هنا بالبداية نستفاد من هذا، نقول هذا 5، زين. هنا عدد الفراغات دائما ثابت، 4 فراغات، وأطبع بالأخير بس نجمة. أطبع بس نجمة وأنزل سطر، صحيح؟ إذا عداد من 1 لـ5، 1 2 3 4 5، يطبع لي 4 فراغات بالبداية وبعدين يطبع لي نجمة وينزل سطر. زين، هاي شنو؟ هذا كم فراغ يعني يحتاج لي؟ يحتاج لي 1 2 فراغين، فعداد أبو فراغين وبعدين عداد أبو 5 نجمات فقط. إذا هنا بصورة مستقلة عداد عبارة عن فراغين على نفس السطر، يبقى عداد للـ5 ولكن 5 نجوم. وما يخلص نقدر ممكن ننزل سطر بالنهاية. زين، نفذ، خلينا ننفذ بالضبط. طلع لنا كأنه يعني شجرة ميلاد أو سهم لي فوق. إذا أني ممكن يعني هذا المفهوم بالنسبة لطباعة الأشكال. واحد ممكن بعدين يعني أي شكل ممكن يطبع مثل ما هو يريده، بس يجزئ يعني الشكل إلى مجموعة مناطق ويستخدم لوبات ويشوف إذا أكو فراغات قبلها، إذا عدد متساوي أو إذا عدد غير متساوي يبحث عن الرقم المفقود. وكذلك بالنسبة لعدد النجوم، علاقة عدد النجوم بالسطر، وهذه الطريقة. وأكو طريقة المصفوفات إن شاء الله نأخذها بالمستقبل. ف يعني إلى هنا ينتهي هذا الجزء من الفيديو، إن شاء الله نكمل بالحلقات القادمة. مع السلامة.